بسم الله الواحد الأحد. أصحاب المعالي والفخامة والسعادة، ممثلي الجهات المحلية والحكومية والدولية، المجلس الروحاني الموقر، السيدات والسادة الحضور، الشباب الإيزيدي الواعد، الأخت الكريمة نادية مراد، ذوي الضحايا الكرام، أنقل في البداية تحيات وتقدير واعتزاز السيد رئيس مجلس النواب المحترم السيد محمد الحلبوسي الذي أوفدنا كممثلين أنا وزملائي الأعضاء السيد منصور المرعيد والآنسة بسمة بسيم لحضور هذا الموضوع. وهذه المناسبة الحزينة من أرض سنجار التاريخ، سنجار الأصالة والقدم، سنجار العمق والوجود الإيزيدي، سنجار الإبادة والفرمانات، سنجار المظلومية على مدار التاريخ، سنجار الغريق الذي ينتظر قشة النجاة. إننا اليوم في أرض كوتشو، هذه القرية الصغيرة التي كان يمتاز أهلها وما زالوا بالجمال والبساطة وحسن النية. كانت هذه الأرض مرتعاً لزراعتهم وأفراحهم وذكريات صباهم، لم يأتي على بال نادية وفريدة ولمياء يوما إن عصابات داعش ستخطفهم من هذه الأرض الجميلة وأن يكونوا مهجرين ومختطفين ضحايا لهذا التنظيم الهمجي الإرهابي. ولم يكن في بال الشيخ أحمد جاسو ذاك الرجل الوقور رحمه الله أن تذهب كل جهوده في النجاة سدى بعدما خانه القريب وغدر به الصديق. كان تنظيم داعش وحشيا بحقد معنا، ممنهجا في ضربه واعتدائه وبإبادته إلينا، فهو لم يخطفنا ويقتلنا فحسب، وإنما غير جغرافيتنا السكانية والدينية بشكل كامل. والدليل إن شعبنا ما زال نازحا في الخيام، مهاجرا بين كندا وأستراليا وأمريكا، وفاقدا الثقة بمحيطه الاجتماعي والسياسي. المقابر الجماعية في سنجار وكوتشو تحديدا والبالغ عددها 71 تتطلب منا جهدا دوليا ومحليا وإنسانيا كبيرا وفريدا، فهي الشاهد القانوني على الإبادة. فكل الفرمانات التي حدثت على الإيزيدية لم يحقق لها أي من المجتمع الدولي، والإبادات التي حدثت إلينا. وجبل سنجار أمامكم شاخص لو بحثنا فيه لعثرنا على مئات الجماجم لأجدادنا وآبائنا. نتمنى أن يستمر العمل في المقابر الجماعية بسنجار، وندعو أهلنا والمؤسسات والفعاليات المدنية بالتعاون مع الفريق الدولي والمحلي، فوجودهم هنا قانوني وشرعي لدعم قضيتنا، فعلينا التعاون معهم من أجل إنجاح هذه المهمة الحساسة والفريدة، والفريق الدولي والحكومي بذلك لكون جهودهم من أجل فتح المقابر والأدلة، وعليهم أن يحافظوا على هذه الجثامين بكل قداسة لأنها تضم أرواح ذواتنا وأكباتنا. حقيقة ملف سنجار يجب أن يكون ملفا ذا مهم في الحكومة العراقية. نحن نعاني من ثلاثة قضايا: الإدارة والأمن والنزوح. الإدارة يجب أن يحسم هذا الملف. قدمنا إلى الحكومة العراقية رؤيتنا في الإدارة. نحن اليوم نحتاج لسنجار نقاها ولا نحتاج لفرض إرادات، فبالتالي علينا أن نختار لسنجار إدارة تحترم هذه النقاها بعد الجرح. أما الأمن فلن نقبل أن نكون في صراعات بالنيابة. هناك من يستخدمنا كأدوات بالصراعة في النيابة، وهذا خطأ ولن نقبل فيه. وعلى الحكومة أن تعمل على فرض القانون وتعمل على فرض هيبتها في الدولة في سنجار، فالصراع بالنيابة في أرض سنجار ليس مسموحا من أي جهة كانت، فأرض سنجار هي أرض تاريخية وعمق. أما النازحين
نقدر أن لا يوجد خدمات في سنجار، ونقدر أن هذه الأرض هي أرضنا، عليكم الرجوع إلى أرضكم. فالإنسان بدون أرض لا يمتلك قضية، والإنسان بدون قضية لا يمتلك إيمان، والذي لا يمتلك إيمان لا يمتلك وجود. فبالتالي عليكم أن تعودوا، وعلى الدولة أن توفر هذه الأمور الحساسة لعودة أهلنا. ختاما نبارك هذا الجمع الكريم، وكنا نتمنى تنظيما أكثر دقة في هذا الموضوع لتبرز كوتشو بمجالها الأخاذ ومجالها الجميل بشكل أفضل، حتى نعطي صورة وانطباعا أكثر. عسى الله أن يسدد الخطى لإنصاف هذا الشعب المظلوم، وأن تعود سنجار لأهلها، وتدار من أهلها، وتحمى من أهلها. فالتاريخ أثبت لنا بأننا أثناء الأزمات والمحن نبقى وحدنا، ويتركنا الجميع ويتخلى عنا الجميع، فساعدونا أن ندير ونحمي قضاء سنجار في إطار هذا الوطن الجميل العراق، ودمتم سالمين.